السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم الدكتور محمد ممدوح الصدفي، بورد سيرتيفايد اند بريزدنت اوف ذا ايجيبشن ميديكال سوسايتي ايكوكارديوجرافي. النهارده هنتكلم في مقاس او ميجرمنت. ساعات ناس كتير بتحس ان هو رخم وما بتعرفش تقيسه، وللاسف على هذا المقاس على الميجرمنت دوت بيعتمد رقم مهم جدا اسمه ستروك فوليوم. الميجرمنت اللي هناخده النهارده بسرعه اسمه فيلوستي تايم انتجرال، في تي اي. اول حاجه تعالى نشوف ليه اخترعوا الفيلوستي تايم انتجرال. تم اختراع الفيلوستي تايم انتجرال لانه لو عندي فلو بالمنظر دوت وفلو بالشكل ده، لو جينا نقارن الفلو دوت ان ترمز اوف فيلوستي، ممكن بعض الناس تقول ان الفلو دوت زي الفلو دوت على اساس ان هما الاثنين واصلين تقريبا لنفس الفيلوستي، فور اكزامبل 3 متر في الثانيه مثلا. طبعا لو جيت ركزت هتلاقي ان الفلو ده اكبر من الفلو دوت. يبقى ايه الفاكتور او ايه الميجرمنت اللي يحكم ان الفلو ده اكبر من الفلو دوت؟ طبعا هي الاريا اندر ذيس كيرف. الاريا اندر ذا كيرف. الاريا اندر ذا كيرف ذيس شيب از ا تريانجل. طبعا الاريا اوف تريانجل عباره عن بيز، نص البيز مضروب في الهايت. نص البيز مضروب في الهايت. لو ضربت نص البيز في الهايت هيديك الاريا اوف ذيس تريانجل. ولكن للاسف علشان تدخل الانفورميشن ديت للماشين مش هينفع تقيس نص البيز في الهايت. رغم كل الماشينز بتعمل عليها تريس. ايوه تريس زي بالظبط اللي بتعمله لل مين بريشر جريديانت. اكشولي بتعمل التريس دوت بيديك رقمين، المين بريشر جريديانت والفيلوستي تايم انتجرال. فلو عملت تريس ليه؟ الجهاز بيقسم التريانجل دوت لفيري سمول ريكتانجلز. فيري سمول ريكتانجلز بالمنظر ده، وهنا برضه مثلا فيري سمول ريكتانجلز. وبعد كده يحسب الـ area of each rectangle. The area of each rectangle as this multiplied by height. يبقى الـ this اللي هي الـ time، والـ height اللي هو الـ velocity. يبقى الـ velocity multiplied by time. ويحسب الـ velocity multiplied by time في الـ rectangle ده والـ rectangle ده والـ rectangle ده وده 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 وده، وبعدين يعمل لهم كلهم integration. يعمل لهم كلهم ايه؟ انتجريشن. يبقى دلوقتي الرقم اللي هيطلع اسمه فيلوسيتي تايم انتجرال، لان الفيلوسيتي مضروب في التايم اند ذيس از اول انتجريشن. طبعا مين وايل الاكس دوت تمييزه بالسكندز، والاكس ده تمييزه بالسنتيمتر بير سكند او متر بير سكند. فيبقى الناتج ان انا لو ضربت سنتيمتر بير سكند مالتيبلايد باي سكند يطلع الفيلوستي تايم انتجرال بالسنتيمتر، لان السكند هتتشغل مع السكند ويطلع تمييز الفيلوستي تايم انتجرال بتاعنا بالسنتيمتر وليس بالسنتيمتر سكوير. علشان بعض الناس بتفتكر ان هو اريا اندر ذا كيرف فبتفتكر ان هو بالسنتيمتر سكوير، وده غلط. وبعض الناس مع القراءه السريعه يقول فيلوستي تايم انتجرال، فيلوستي يبقى تمييز سنتيمتر بير سكند، وده برضه غلط. تمييز السنتيمتر الفيلوستي الفي تي اي يا جماعه بالسنتيمتر وليس بالسنتيمتر بير سكند وليس بالسنتيمتر سكوير، هو بالسنتيمتر لاننا ضربنا الاكس دوت في الاكس دوت عشان نحسب الاريا اوف ذيس تراينجل. ثانك يو.